Today we'll enjoy the recitation of the following ayat from the 22nd to the 26th of Surah Al-Hadid by our noble Sheikh, Sheikh Abdul Khaliq. Please, you may start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. الله، very beautiful. Truly, I don't want him to finish. سبحان الله، جزاك الله خيرا شيخ عبد الخالق. May Allah bless you. Very beautiful. ما شاء الله. Huda TV's social media sites are the best way to contact us from anywhere around the world. Stay connected with Huda TV's latest news and programs through Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Skype, and Instagram. It's fast and easy. Stay up to date with your favorite shows and scholars today. Huda TV, a light in every home.